بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة من صوت البرمجة، درس جديد من سلسلة دروس باسكال ودلفي، دائما مع الفورم وماذا نستطيع أن نعمل بها وماذا يمكن أن تكون هذه الفورم كأوبجكت داخل مشاريعنا في الدلفي. اليوم سنرى اليوم سنرى كيفية منادات فورم داخل فورم، calling form in form. يعني في بعض الأحيان نجد برامج تعتمد على عدة نوافذ، يعني عدة فورمز، و فورم رئيسية من خلالها نفتح باقي الفورمز التي تم برمجتها داخل البرنامج. مثلا لدينا سنقوم بإنشاء مشروع جديد في الدلفي. لدينا الفورم الأولى ثم الفورم الثانية، عفوا ثم الفورم الثانية في جي بي سي ال، فورم الثانية، ثم لدينا الفورم الثالثة في جي بي سي ال. نعتمد على هذه الفورم، نأخذ على أساس أنها هي الفورم الرئيسية. نضع باتن هنا وباتن هنا، وإذا ننادي به الفورم الأولى الثانية، والآخر ننادي به الفورم الأولى. إذا نقوم بتعريف الفورمز أو اليونيتس للفورم الرئيسية، ثم نبدأ. مثلا هذا البوتن، بوتن الأول فورم 1.show، هذا الأول. ثم لدينا بوتن الثاني، هذا ننادي به الفورم الثانية فورم 2.show. نلاحظ هنا ننفذ البرنامج. إذن هذه الفورم الأولى تظهر هنا، الفورم الثانية مثلا هنا، الفورم الثانية، وهنا مثلا في البطن الأول نظهر الفورم الثالثة مثلا، هنا الثانية وهنا الثالث. إذا ننفذ البرنامج. إذا لاحظوا البطن الأول يظهر لنا الفورم الثانية، والبطن الثاني يظهر لنا الفورم الثالثة. إذا الفكرة ما هي؟ الفكرة هي أننا داخل الفورم الرئيسية نقوم باستدعاء فورم هذه مثلا داخل الفورم، يعني تظهر هنا هكذا، تظهر هنا بدون هذه الحواف طبعا، وكذلك الفورم الأخرى تظهر هنا في حال لدينا أو في حال قمنا بفتحها. إذا كيف يتم ذلك؟ إذا لدينا مثال جاهز نقوم بفتحه، نغلق هذا ونفتح المثال هذا البروجكت. إذا في هذا البروجكت لاحظوا هنا لدينا فورم، فيرست فورم فايل، سميناها فيرست فورم فايل، تسمية الخاصة بالفورم نيم ما هي. ثم لدينا بانل، البانل الأول نقوم بتغيير اللون حتى يظهر البانل الأول هنا، نضعه مثلا هكذا بانل، نغير له اللون، أن يتغير لونه المهم. والبانل الثاني مثلا نضعه
ما أعلم لماذا لا يتغير لون البانل، بانل الأول بانل الثاني. المهم لا علينا. إذا نريد إظهار الفورم داخل البانل. لدينا الفورم الثانية، هي الفورم الأولى first form second form، هي second form. لاحظوا second form هذه نريد إظهارها هنا داخل البروجكت. الفورمة الثانية وضعنا فيها بانل أول بانل الثاني ثم buttons ثم edit فقط على سبيل المثال. إذن وهنا داخل الفورم ستظهر الفورم هذه الفورم. إذن وهنا مشكل عدم ظهور الخالر داخل الفورم. المهم الآن ولدينا هنا button، هذا button show the second form. ربما يكون لدينا هذا البانل يحتوي على buttons على شكل منيو. نقوم بعمل الكود التالي. إذا نضغط هنا ضغطتين. إذا اسم الفورم الأولى هو من سنتعامل معه. إذا نقوم بcreate لي t second file للفورم الأولى، يعني الفورم second form file. قم بcreate object لها create himself، يعني إعادة إنشاء لي الأوبجكت الخاص بالفورم هنا. ثم parent يعني نضعه parent، يعني نجعله يظهر داخل البانل رقم 2 الذي هو هذا البانل رقم 2 هيا. و داخل البانل رقم 2 الآن خصائص الفورم، هذه هي 3 خصائص للفورم. لدينا الالينمنت الالاين الخاص بها هو call client. ثم لدينا second file form file border icons نضعها فارغة كي تذهب هذه الأيقونات، هذه كي لا تظهر هذه الأيقونات الثلاث. ثم لدينا border style bs now كذلك للتأكد من أن هذه البوتنز لا تظهر نخفي هذا الشريط العلوي، وبالتالي البوردر ستايل يصبح بس نعم. ثم نقوم بإظهار الفورم، نقوم بإظهار الفورم فتظهر داخل الفورم الرئيسية. أولا يجب علينا أن نقوم بوضع مثلا باتن يقوم بغلق هذه الفورم، ومن هنا نقول له مثلا هنا close، نقول له close هكذا. إذا وننفذ البرنامج. إذا لاحظوا هنا الفورمز أخذت الكالر الذي وضعناه فيها. إذا نقول له show the second form. إذا لاحظوا الفورم ظهرت داخل الفورم أو داخل البانل الثاني، في البانل الأول والبانل الثاني. لاحظوا هذا البانل الثاني الذي كان عبارة عن أو الذي هو لونه هنا رمادي show the second form. إذا تظهر الفورم داخل البانل ولا داعي لتكرار يعني ظهور الفورمز خارج الفورم الفورم الرئيسية. هذه هي الفكرة الخاصة بإظهار فورم داخل فورم. ويمكننا إضافة فورمز أخرى وإظهارها داخل الفورم الرئيسية. إذن كانت هذه هي الفكرة الخاصة بإظهار فورم داخل فورم، calling form in the form. وهنا يمكن
الفورم الثانية هنا، الفورم الثانية يمكننا الاعتماد على الخصائص الخاصة بالمكونات لكي تظهر كلها على الفورم الرئيسية، وبالتالي تعطينا جمالية أكثر لبرامجنا بالنسبة لحركة الفورمز داخل البرنامج. إذا كان هذا درس حول كيفية منادات فورم داخل فورم في الدلفي. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.